اشرح لي احساسك اول مره لبست الفانيلا الحمراء. لا طبعا انا كنت مبسوط جدا اليوم ده، لان انا عارف ان الناس لا كلمني على احساسك. زملكاوي اصيل عمال يثبت ولائه لنادي الزمالك وبيشتم في النادي الاهلي، وفجاه بقى لابس الفانيلا الحمراء بتاعت النادي الاهلي. ما انا قلت لك كانت عامله ازاي. انا قلت لك النادي، يعني النادي الاهلي، انا لما رحت لقيت الناس بتحبني او انا حبيتهم. احنا يعني انا ما كنتش اعرف اول يوم ليا تصوير ده، انا حسيت ان انا بقالي كتير هنا في النادي من حب الناس ليا ونظرتهم ليا. فبالطبع ان انا المفروض لما الاقي فرحانين بيك، لما اكيد لما الاقي حد بيحبني فاكيد انا لازم احبه. ما كانش في حاجز نفسي؟ لا خالص والله. اللي يشتريني هشتريه. للدرجه دي محترف؟ اللي يشتريني هشتريه. ولا زعلت من الزمالك عشان حسيت انهم باعوك او انك ما تقدرتش؟ لا خالص، لا هيبقوني ليه ورجعوا تاني يكلموني؟